الله يخرب بيتك، انت عطرت فيها ازاي دي؟ المهم انت واخدنا الوقت على بيتها، هنعمل ايه؟ يا عم اخلصك من الحوار. ازاي يعني؟ مش البنت ساكنه هنا؟ ايوه. طيب الموضوع ده عندي، البيت فين؟ يمين في يمين. يمين في يمين ازاي؟ ده المفروض يبقى شمال في شمال، ده الحوار كله شمال. تعالى البيت ده؟ ايوه البيت. ماشي يلا يا زوز، سامي وخبط. استنى يا زوز، مش فاهم الاول ناوي على ايه؟ يا عم هقول لك فاهم على ايه؟ اخلصك من الحوار. غلطي انت بس يا بيضة، غلطي واحنا نحل لك مشاكلك. يتوب علينا ربنا، خبط يا زوز. توكلنا على الله. ما تخشريش، ما تخشريش، تعالى. خش. السلام عليكم. سيبادران؟ مين يا سعاد؟ ده سيبادران المحامي ياما. سيبادران؟ قولوا له يتفضل. السلام عليكم يا ماما. ازيك يا حاجة؟ يلا ماطي. يلا زوز. معلش احنا طبينا كده من غير ولا يحم ولا دستور، انما بقى نعمل ايه؟ المتر مستعجل وحلال ربنا ما يستناش. متر مين اللي مستعجل وحلال ايه اللي ما يستناش يا خميس؟ انا هنا علشان اظبطك. تك على الصبر. مين اللي بره يا سعاد؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف. ده ابويا اصلي تعبان شويه. قطع الهباب اللي خلاه مش صالب طوله. مش قلت لك شمال في شمال؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ثواني بس هعمل لكم شاي. لا لا لا، ولا شاي ولا قهوه. احنا كده بالصلاه على النبي، ما تصلوا عليه. احنا جايين في خير والعجله في الخير. سلامه ولا ايه؟ هتاخد نصيبك صبر انت دلوقتي، اصبر حبه. الابله العسل اسمها ايه؟ انا اسمي سعاد. بقى الاخت سعاد لازمانه، عايزين ناخدها لاخونا وحبيبنا وكبرنا المعلم بدران. معلم بدران مين؟ ده انا برقيك. يعني هي دي اللي مضايقاك؟ ده انت غرس في ميه تمانه. جرايه متر خميس. متر؟ الله يسامحك. خميس معلم، خميس. انا عارف معلم انك مستعجل، وعارف انك مبسوط، وعارف انك عايز تخلص من الحوار ده النهارده قبل بكره. بس الناس لازم تطمن ولا ايه؟ ونرمي بياضنا. مقدم 10,000 ومؤخر 10 زيهم. يا نهار اسود، ومين اللي هيدفعهم؟ حبيبي خيرك سابق. وادي عربون ربط كلام. روح يا بنت بوسي ايد عريسك. لا 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 خالص، مش دي، دي لسه قاصر. امال مين؟ هو الرئيس مزاجه ايه؟ ها؟ شفت الكيمياء ومزاجها الزباله؟ البرنس ده لو فاق وشاف اللي هو فيه هيروح فيها. قد يقول كده برضو على حماه. حماه مين؟ نقرا الفاتحه؟ وهات المأذون كمان. يا راجل استنى شويه. اقعدي ساكته يا وليا. ها يا زوز، بقول لك ايه؟ اطلع المعلم على الحاج متولي المأذون. ولو نايم خليه يصحى يجيب دفتره ويجي لنا على هنا، وخلي المطني يروح لمحل الحلواني ولو قافل يفتحه ويجيب الحلو كله. الليلة تعيد. ليلة تعيد ايه يا حبيبي؟ انت بتعمل ايه يا خليل؟ الف الف مبروك حبيبي، الف مبروك، الف مبروك يا مدرانة حبيبي، الف مبروك يا معلم. مفيش ابتسامة كده، رقصة، مزيكا، لا أبلة. ها؟ مفيش زغروطة يا ماما؟ ها؟ في يا حبيبي. عارف انه مش مزاجك، انما ده بتاع زمان. يتوب علينا ربنا. اصلي مال لو عايز امهم كمان خدها. خليها تطلع الجايه. يتوب علينا ربنا. شكرا يا حاج متولي. شكرا شكرا، بارك الله فيك. فيك اخويا. ممكن افهم بقى ايه اللي انت عملته ده؟ انت كده عملت الصح مع البت دي. البت غلبانه ومش حامله فضيحه زي دي، خد بالك. ولو عايز تطلقها بكره طلقها. والمؤخر عليا روخه. طب والعيل اللي في بطنها؟ ده بقى الصح بتاعنا. يعني هتعمل ايه يعني؟ الزوز ومطني هيتصرفوا. قولي ما ينفذ. هيتصرفوا ازاي بقى؟ هتطلعوا بكره يا ولاد على بجاش المري وهو هيتصرف. هتطلعوا على مين؟ بجاش المري وهو هيتصرف.
عصبك ليش المر هيتصرف ده كده البيت ممكن تروح فيها. اعوذ بالله اعوذ بالله يا عم انت شايفنا ايه؟ التانيين قترة ولا قبضين ارواح؟ يا ابني احنا مجرد اسباب، لا حيلة لنا في رزق ولا شفاعة في موت. الله اقول بني ادم كده، البني ادم كده ساعة الحظ يهيس وساعة الجد يليس. ساعة الجد ايه؟ يليس يليس بالاخر. عشان الحوار ده صدعني ولوكلو كتير، الحوار خلصان والبنت هتطلع لها بقرشين وانت دماغك هتفك. تمام يا ولاد؟ تمام يا عليك. ايه قالب وشك ليه؟ قالب وشك ليه؟ ما هو 20,000 كتير برضه يا معلم. واكل وبحلقها، انت دافع حاجه من جيبك، ما انا اللي دافع كله. وليه اكل؟ انت بتلاقي فلوس في الشارع. 2000 حلو قوي عليهم. وانا اخد الباقي. انت نيت النتانة يا لأ. نيت النية. نتانة. 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 بالنسبة لتنين الصدى اللي معاك ورا دول. نتانة. نتانة. يا معلم براءة كفاية، أنت شربت كتير أوي النهاردة. وأنت مال أهلك يالا؟ هتدفع لي من جيبك ولا إيه؟ يالا أنت بتضحك يالا غلط، بتضحك في أوقات مش بتاعتها. وأنا كنت قلت نكتة أبر عمك عشان تضحك. عنده عشان نبقى مركزين يا معلم. فلوس يا برنس الليالي. خد يا شلبي. ورد. هات لي ازازه بدل اللي خلصت دي. ازازه واحده 4 يا برنس. شوف يا شفاعه انا مركز قوي 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 قوي. انا لو شربت المحيط مسكرش. وانت دريان بالكلام ده كويس. النهارده يا رجاله مزاجي عالي قوي. انا مش عايز حد يفصلني. براحتك يا ابويا. ايوه براحتي. امال براحتك انت؟ وده خرفوش ورد يا كبير. ما تقوم تجيب لنا الصحف اللي انت مأجره وانتش لنا ابو الكباتن ده صورتين عشان فضيحته تبقى بجلاجل بدل ما هو قاعد يحسس على النسوان ويشرب. ما تقوم يالا. حصل. عم هات اللي خلفوك. نخلي فضيحتك على التيوب. الغالي لا معلم خميس. حاسب يا عم حاسب يا عم. المعلم خميس افندينا افندينا يعني المعلمه والبشويه من غير مطاطيه. كابتن مصر الصحبه. اه دماغي. ما تخافوش.